كنوز بلادي كيف ما كل نهار سبت معنا أستاذ لطفي رحموني. قبل ما يحكي معنا في البلاتو باش نخليكم توا مع موضوع اليوم اللي يقترحوا عليكم اللي هو داموس الكاريتا في كارتاج. أنا ما نعرفوش أكيد راهو برشا يمكن ما يعرفوش زادة التفاصيل الخاصة به. خلينا ناخذوا فكرة من خلال الفقرة هذه العنصر المثار ثم نرجع معه في البلاتو. نحن الآن في كارتاج في منطقة منسية شوية واللي هي كانت في وقت من الأوقات في العهد القديم معناها في الفترة البونية منطقة مقابر لتصبح في العهد الروماني دائما منطقة مقابر، لكن في الفترة المتأخرة تصبح منطقة فيها معالم دينية. أهم المعالم هذه داموس الكاريتا، واللي هي داموس الكاريتا إحدى الكنائس الكبرى، إذا كان ماهيش أكبر كنيسة كانت موجودة في العالم القديم بالنسبة لإفريقيا أو شمال إفريقيا، لأنها متكونة من 9 بلاطات وفيها مجموعة من المركبات وتبنات على الأقل 3 مراحل. احنا اللي بتشوفوه هذا هو كله تحت مستوى الأرض بالنسبة للفترة القديمة، لكن أعيد البناء في أواخر القرن 19 لأن المكان هذا أصبح مكان للزيارة المجموعة المسيحية المقيمة في مدينة تونس. الرواق الأوسط هو الأعرض بطبيعة الحال، لكن مع إعادة البناء على خاطر هذاك يتعاود معناها باش يظهروا به على الأقل المساحات أو الأبعاد نتاع المعلم، من المفروض يكونوا هما ثم زوز عرس من كل جهة، لأن المنطقة الوسطى كانت مرتفعة أكثر من البلاطات أو المسكبات الموازية. اللي لاحظوه في الوسط هو أهم حاجة، وهو اللي كان المكان اللي يجلب السواح، لكن نقول السواح في بين الظفرين لأنهم كانوا يجيوا هنا للزيارة، بين الظفرين أيضا الحج، لأن الكنيسة هذه داموس الكاريتا داموس كاريتاتيس وكاريتاتي هي كانت دار الإحسان، هذا الترجمة معناها الحرفية للاسم. كان ثم هنا مكان للقداس، مائدة القداس أو المذبح، والمذبح هذا مبني على رفات للشهداء المسيحية الأوائل متاع القرون الأولى في مدينة قرطاج. نعرف أن الاضطهاد للمجموعات المسيحية في العهد الروماني تواصل لقرون إلى حد القرن الرابع وقت اللي تصبح الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية. والمكان هذا عنده قيمة تاريخية لأنه على ما يبدو كان عنده علاقة بالظاهرة اللي كانت موجودة في تلك الفترة، هي متاع الدوناتيزم. دوناتيزم مجموعات كانت مخالفة للمجموعات الأخرى وكلهم من نفس الديانة، لكن يختلفوا في بعض الأشياء، ربما هذه تعاودت حتى عبر التاريخ بطريقة أخرى، هي المعاملة مع السلطات الرسمية أي السلطات الرومانية. وكانوا كان الأسقف دوناتوس بربري أصيل معناها شمال إفريقيا يرفض أنه الكليرجي معناها المجموعة بتاع رجال الكنيسة يعطيوا ولا يسلموا الكتب الدينية للرومان للسنتوريوم للقوات الرومانية أو للأمن الروماني في تلك الفترة، وما حبش يقبلهم من جديد دوناتوس في الكنيسة. التخطيط هو التخطيط العادي متاع كل الكنائس مع اختلاف في المساحات والأبعاد. كانت الكنيسة هذه من الجهة المقابلة كانت كنيسة أخرى بازيليكا مايوروم الكنيسة هذه الكبرى، والمنطقة هذه كلها كانت هي منطقة متاع مدافن. علاش اختاروا المسيحيين المنطقة هذه؟ لأنه حسب بين الظفرين ديما نقولوا القانون الروماني يمنع دفن المسيحيين بين الوثنيين لأنهم كانوا مخالفين للعادات والتقاليد متاع الرومان، كانوا يبعدوا على المدينة ويبعدوا حتى على المقابر متاع الوثنيين باش يختاروا المدافن متاعهم. والمدافن هذه في نفس الوقت كانت أماكن للعبادة، أي أن الكنائس لعبت دور جنائزي وفي نفس الوقت لعبت دور عقائدي ديني، كانت معناها تصير فيها الطقوس بصفة عامة. بعد صارت التوسعة، معناها كانت كنيسة في الأول صغيرة يتزايد عدد الفيدال معناها المؤمنين، وبعد يزيدوا يكبروا حتى لين ولات اللي يشوفوا فيها توا. اللي باش نراوه في الوسط هو المكان المخصص للمقدس للطاولة أو مائدة القداس، والخصوصية في شمال إفريقيا
انه كانت المائده هذه احنا توا ديما تحت المستوى نتاع الارض بالنسبه للي كانت توا الارضيه اللي كانت في القديم، لانه لما صارت الحفريات هنا بدايه من 1876 لما بداوا الاباء البيض في الحفريات نتاعهم كانوا يلوجوا على كل ما هو عنده علاقه بالمسيحيه الافريقيه والروفات نتاع المسيحيين في المنطقه هذه. كان ثم المائده وتحتها هي روفات ل شهداء مضطهدين نتاع المسيحيه. بالتالي كانت هنا الاربع عرس فوقهم القبه كانت مكسوه بقبه، وهذا نشوفوه حتى في كنائس ما زالت موجوده في اوروبا، المائده للطقوس. والمكان الاخر من الجهه الاخرى كوادراتوم بوبولي هو المكان المخصص لرجال الكنيسه، كان عندهم مقعد هنا دائري لكن ديما تصوروها اللي هو في المكان الاصلي معناها المرتفع، وكانوا يحضروا القداس هذا. اللي نشوفوه هو معلم ربما ما يعطيش قيمه اذا كان نحبوا نحكيوا عليه معناها في قيمته التاريخيه، ما يعطيناش فكره على الشيء اللي لعبه من ناحيه التاريخيه او الدور اللي لعبه من ناحيه التاريخيه، لانه دخل في الصراعات بين المجموعات المسيحيه اللي هي كانت الكاثوليكيه من جهه والدوناتيستيه من الجهه الاخرى. دوناتيزم هو حركة دامت لأكثر من قرن، ونعرفوا اللي صار معها كل ما صار من تغييرات في البلاد التونسية في القديم معناها بين الظفرين مع إفريقيا القديمة، المنطلق متاعه كان من المكان هذا، من المكان اللي معروف بداموس الكاريتا النطق الخاطئ، لكن الاسم بقى محافظ على التسمية الأصلية التسمية اللاتينية. ما تبقى من المحاريب نشوفوه في الأسس متاعهم، هذا المحراب نتاع الفترة الأولى وكانت الكنيسة صغيرة الحجم في هذا الحال. ثم في المرحلة الثانية باش يوليو الرواد نتاعها معنا يتزايدوا أكثر لما تصبح الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية وتكبر الكنيسة هذه ويضاف المحراب الثاني. قلنا مراحل عدة بما فيها معنا ثلاثة مراحل على الأقل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، والمرحلة الأخيرة وقت اللي يتسكر المحراب ويصبح يأوي رفات للقساوسة أو للأساقفة، خاطر هذه حاجة معروفة في عديد الكنائس في البلاد التونسية القديمة بطبيعة الحال، ونلقاها مثلا أشهر الأمثلة هي إما في مكثر، في سبيتلة، في حيدرة، في المواقع اللي فيها عديد الكنائس المسيحية الراجعة للفترة الرومانية الأولى. بالتالي هذا ما عادش يتسكر الحيط هذا والمحراب ما عادش يظهر، لكن تبقى الكنيسه على حالها في الشكل نتاعها نتاع المرحله الاخيره للبناء. التخطيط نعاود نذكروا به هو التخطيط العادي واللي باش يستوحى منه بعد حتى البناء نتاع المساجد او الجوامع في البلاد التونسيه في شمال افريقيا بالخصوصيه نتاعها، اي البلان بازيليكال، التخطيط البازيليكي وكانها كنائس، لانه اللي بناوا الجوامع في الفترة الأولى هما نفسهم اللي كانوا يبنيوا في الكنائس قبل ما يعتنقوا الإسلام وقبل ما تدخل الديانة الإسلامية لشمال إفريقيا. هذا ما تبقى من إحدى غرف الدير داموس كاريتا، هو مجمع كامل فيه الكنيسة، فيه الدير، وثم حوض التعميد اللي بتشوفوه من بعد. الغرفة هذه عندها شكل طريف لأنه فيها محراب اثنين ثلاثة ومن المفروض يكون محراب رابع من الجهة الأخرى. مجموعة غرف هي التخطيط نتاعها كما شوفوهم في الرباطات نتاعنا ولا في المدارس، أكل الساحة محاطة بأروقة ومجموعة غرف تحيط بها، هذه هي الأديرة، وهذا من أقدم الأديرة في شمال إفريقيا. ما تبقى من الأرضيات هو جزء هذايا يثبت أنه كان ثم طابق آخر إلى جانب الطابق الأرضي اللي كنا نشوفه فيه، عن الطابق أول معنا كلها كانت محيطة بالصحن، وثم بقايا متاع الدعامات ولا نقول متاع العرس اللي كانوا موجودين، والطابق أول وطابق ثاني معنا كانت من زوج طوابق الدير هذا، هو الشكل متاعه هو الشكل العادي على خاطر توا اللي يحب يتصور كيفاش كانت يكفي انه يتصور مثلا واحد الرباطات، اقرب واحد هو رباط سوس في التخطيط نتاعو للاديره اللي كانت موجوده، وبالتحديد الدير اللي موجود في قرطاج بالقرب من داموس الكاريتا. المبنى هذايا هو تحت الارض واحنا بنشوفوه من بعد، كان مسقوف بقبه، الشكل نتاعو دائري، كان فيه فتحه في الوسط ككل
أو عديد المعابد نقولوا الموجودة في العهد الروماني الوثني، وهذا في حوض تعميد ما تبقى من الحوض باش نشوفوه، ويتم النزول للأسفل عبر مدارج من جهة هذه والخروج من الجهة الأخرى أو العكس بالعكس، لأنه دائما ثم اختلاف وحسب المعتقدات، وثم ناس عندها تتطير شوية معناها ما يعودش يهبط، يعود يخرج من المكان اللي هبط منه. هذا حوض التعميد عند المسيحيين الأوائل في شمال إفريقيا، وكانوا محافظين على عادات الشرقية. كان التعميد يتم خارج الكنائس، لأنه بعد شنقاو في عديد الكنائس، وشفناها احنا في عديد المعالم موجودة في مواقعنا الأثرية، أحواض التعميد موجودة داخل الكنائس نفسها. في الفترة الأولى كان المسيحي اللي داخل نيوفيت، معناه داخل الجديد الديانة الجديدة، هو اللي يبحث عن المسيح، يخرج من هنا ويتعدى للكنيسة اللي تبعد حوالي 30 متر، معناه هذه كانت العادات القديمة. ثم تتغير المعطيات ويتبنى بجانب الكنيسة مكان مخصص للتعميد. ثم في فترة لاحقة بداية القرن الخامس أو السادس، معناها فترة بيزنطية، باش نلقاو أحواض التعميد داخل الكنائس، باش نشوفوا مع بعضنا المعلم هذا في الداخل متاعه. والبعض من الدرجات بقاو منذ العصور القديمة، الآخرين كل تعاودوا جدد. هذا هو حظوظ التعميد، من المفروض هو توا فيه شوية حشيش، لكن المفروض نشوفه فيه ثلاثة درجات لأنه فيهم رمز، والقاع متاعه النزول يكون من جهة والخروج من جهة أخرى، وهو رمز يعرفوه الناس الكل، معناها اعتناق المسيحية، وكان موجود تحت القبة هذه أو هذا المكان الرائع في الشكل متاعه، وللأسف في الحالة اللي تحتاج بعض التدخلات من الأخصائيين حاليا. إذا كان مش نتصوروا كيش كان المعلم في القديم، المفروض يكون من أجمل المعالم، لأنه ثم مجموعة من العرس محيطة بال معنى لاصقة الجدران محيطة بالوسطية هذه، وكانت فوقها تيجان، وتعتمد على التيجان هذه أنصاف قباب أي محاريب، قات بعض آثارها، لكن الزينة متاحها والكساء اللي المفروض يكون الرخام على حسب البقايا أو آثارها، قام منها القليل النادر، أنا كانت جميلة جدا. ما نعرفوش إيش كانت بالضبط، أنا مستعملة الفضاءات بين العرس، لكن بالنسبة للتهوئة والإضاءة ثم فتحات جانبية مثل الآبار، لكنها ماشية بالعرض أكثر منها بالغرق، كانت مجعولة للتهوئة والإضاءة، وهذا نلقاها في معالم أخرى وخاصة في بولاريجة في المساكن التحت أرضية. هي زيارتنا صحيح قصيرة، لكن حبينا نعطيه فكرة على أحد أهم المعالم اللي لعب دور كبير في الحياة السياسية في وقت من الأوقات، لكن أيضا في الحياة الدينية في شمال إفريقيا أي في البلاد التونسية في القديم. هذه كنوز بلادي لليوم، معناتها بالحق انا قلت انا البلاصه ما نعرفهاش، ومتاكده لي برشا زاد ما يعرفوهاش، مانيش عارفه علاش يرجع لشنو السبب هذايا، مش معروفه ياسر البقعه رغم الجماليه اللي فيها. صباح النور. صباح خير يسهر، وصباح خير للساده المشاهدين. المكان مش معروف هكا ولا بالنسبه يعني للتوانسه؟ التوانسه ماهوش ياسر قلوب بصفه عامه، معناها البلاد التونسيه ثم بعض الرحلات اللي تعمل مدرسية، لكن ما يوصلوش المعلم هذا، وهو للأسف من أهم المعالم، نقولوا من أهم إذا كان مش أهم على الإطلاق، أهم المعالم بتاع تاريخ المسيحية الإفريقية بصفة عامة، مش تونس راه نحكيوا على إفريقيا بكلها، خاطر هو كان عنده قيمة، لكن أكثر المعالم وللأسف زاد نقولوها أكثر المعالم إهمال. أي شفنا حالته أكثر يعني إهمال، ونأكد على هذا على خاطر شفتي وقت اللي احنا نصوروا بعض الأجزاء من وللأسف زاد نقول على خاطر هذا يقبضوا عليه في الفلوس. تعرف التذكرة بتاع الزيارة في موقع قرطاج، كي تاخذ أنت تذكرة وقت اللي تعمل زيارة هذيك كل المعالم معناها ماهوش بلاش، حتى ولو الزائر ما يزوروش هو خلص الزيارة بتاعه. أما قلت لي معاش يتردوا عليه برشا خاطر مهمل برشا، مهمل أصلا حتى واحد يخاف، خاطر فما حتى قلت لي برشا أفاعي غادي، هي البلاصة هذيك مصيبة معناتها بقعة تخوف، حتى هو مش الأفاعي حتى العساس ما عادش ثم عساس، كان وخرج ما عادش ثم عساس.
والله هو كل مره نأسف انه كل مره نلومه ونقول اللوم على زملائي لاني يعني نفسي باحث وننتمي لسلك الباحثين في التراث وفي الاثار القديمه، لكن ثم ناس اخرى بخلاف الباحثين ماهيش قاعده تقوم بدورها. احنا عندنا توا برشا ادارات لها بالتراث في قلب الوزاره نفسها، وكاله تحيه التراث المفروض تكون عندها دور اكبر من هذا، مش كان تقبض فقط لكن يلزمها زاد تصرف وتعمل تكون الناس. عندنا عديد وعديد المحافظين بتاع التراث اللي من المفروض يتكلف برشا باش يتلهوا بيه، معناتها هو معلم واضح وكل، علاش يوصل للحاله هذه؟ معناتها باش يقولوا تلهوا بيه الدراسه نتاعو بدات تعرف اللي هو اول حفريه منظمه رسميا تعملت في البلاد التونسيه سنه 1876 قبل الحمايه الفرنسيه، تعمل في المنطقة هذيك، وهو أول اكتشاف. هو كل تشوف فيه هذاك الكل في 10500 متر مربع، معناها المجمع الكله عنده قيمة روحية، خاطر ثم احنا نحكيو على السياحة الدينية مثلا أو في السياحة الثقافية السياحة الدينية. هذا كان يلعب الدور هذا في وقت من الأوقات، كانت مجموعات تنظمها الرحلات، معناها رحلات منظمة لمجموعات عن طريق الكنائس في إيطاليا وفي ألمانيا، وثم اللي مازالوا يجيوا لحد الآن عندهم فترات يجيوا فيها يعملوا زيارة. من أهم المحطات نتاعهم هو المعلم هذا، لأنه صارت فيه برشا حاجات معنا تاريخيا وذكرناها حتى في الروبورتاج. لكن مثلا عام 418 مجموعة من الفاندال، معنا وقت اللي صار ساك دوروم، صار اللي صار في روما، المساجين كي جابوهم هنا صلى بهم الاسقف، خص لهم نهار قداس للمساجين في المنطقه هذه في الكنيسه هذيك بالذات. تعمل فيها الاجانب كي يجيو يدخلوا هو هكا في حالته ولا ما عادش؟ حتى الحافلات اللي تعداوا توا مع الرحلات البحريه ياخذوا تصور ويتعداوا من برا بانوراميك جوست تصويره. ان شاء الله تصوروا. سامحني على التاريخ خاطر باش نعطيك على الاقل بعض التواريخ اللي تعطي قيمه. عام 419 تعمل كونسيل، تعمل فيه عام 420 مجمع افخاريستي هام جدا، وتعمل المؤتمر الافخاريستي حتى في القرن العشرين عام 1930 تعمل في كارتاج. وفي بالمناسبه هذيك كانت معناها اهم الزيارات، وركزوا برشا على المعلم هذا، حتى الترميم تاعو تم بطريقه هكا سريعه جدا بمناسبه المؤتمر الافخاريستي اللي انعقد في كارتاج عام 1930. بالتالي المعلم من الناحيه الروحيه بالنسبه للي يعتقدوا في ديانة اخرى عنده قيمه، من ناحيه الحضاريه نقول هو نتاعنا قبل كل شيء، خاطر احنا كل ما هو موجود في البلاد هذه ويمثل فتره من تاريخنا عنده قيمته مهما كانت الفتره ومهما كانت المعتقدات اللي مربوطه به، خاطر هو داخل في تاريخ البلاد وعلى ممر المنطقه السياحيه اللي هي من جهه المرسى القمرت، خاطر الحافلات تتعدى مغادي نتاع السواح، سيدي بوسعيد على كيلومتر ماهوش بعيد، والقصر الرئاسي. ان شاء الله تصوروا في المستقبل يكون خير من هكا. نتمناو اللي قبل ما يكون خير من هكا، خاطر في الحاله اللي شفنا فيها عرفوا قيدته غير المعطيات الكل، خاطر مهدد بالحرق في اي لحظه من اللحظات بالحشيشه اللي شفناه. نتمناو انه المسؤولين يتدخلوا في اقرب الاجال باش يتفادوا. لا مش جبت فكره، على خاطر هذا وارد في اي وقت من الاوقات. احنا نشوفوا لا قدر الله، معناها خاطر راهو الحشيش وقت اللي دخلت انت ما شفتش، انا اخترت المسالك اللي نضيفها شويه اللي الحشيش يوصل فيها متر فقط. اخي برشا. وبالرغم من انه كل شيء معروف عليه لانه تم حفره وجهره، معناها اللي توا ناقص هو التنظيف. تنظيف وزاره الاعشاب. نداء للهيكل والوصولات المعنيه. كلنا معنيين، كلنا معنيين بما فيهم معناها المسؤولين عن السياحه، مسؤولين عن التراث، مسؤولين عن الثقافه. هيكل مباشره للاماكن ذيك اللي هي عندها الاولويه. هو مش الموقع الوحيد للاسف، نقولوا المده هذه وهالفتره هذه ان شاء الله يتم اعطاء اكثر قيمه للتراث نتاعنا. نعاود من جديد نقول مهما كانت الفتره التاريخيه نتاعو، معناها اللي سبق الفترة الإسلامية من ما قبل التاريخ ليومنا هذا. وستاهر بكري كان يحكي على عديد المواقع، احنا عندنا فوق 20,000 موقع صحيح ديما احنا كل لكن جمعة أي نفس الشيء نحاولوا حالة معناتها خايبة باش نحسوا شوية الوضعية نتاعهم. فما معناتها أربع بلايص معروفين هذاك ملاهيين بهم، بقي كل ما أنا هم الأربعة ما عادش حتى الأربعة متاحف مشات لا حتى المتاحف للأسف اللي نشوفوا فيهم. وإحنا حكينا في الزيارة اللي عملناها المتحف برضه كان تتذكر على الشيء اللي شفناه، ثم نوع من الإهمال، ثم شويه من التسيب نقولوا من ناحيه التراث في اهم المواقع اللي هي محل زياره في البلاد التونسيه. معناها ما ثماش موقع من المواقع توا قاعدين نشوفوا فيه مثلا كيف ما يلزم كما كان
باش ما نقولوش وقتاش. وهذا اهم هدف بين انه نكتشفوا تراثنا. أي. هدف فين زاد نتاع الركن هذا هو التعريف بالمواقع، التعريف بالمواقع زاد ونبلغوا رساله باش يتلهوا اكثر بهم على خاطر تعرف اللي المعلم هذا اعطانا كل السياحه الثقافيه يعني. بالنسبه للدارسين تو باش نرجع للحياه العلميه، اعطى على الاقل 14000 قطعه، 14000 قطعه فيها نقائش، كلها نقائش لاتينيه، فيها المسيحيه وفيها الوثنيه، لانه كما ذكرت حتى في الروبورتاج هو كان في وقت من الاوقات مقبره رومانيه ثم اصبح مدفن مسيحي، بالتالي 14000 الى جانب القطاع الاثريه الاخرى مما فيها من سكولتور عندنا من انت مزروبه شويه بالوقت تو نضحك خاطرين عملت لك على الوقت وظهرت راني في في الايماج. احنا يا جماعه كي نداو مع شبكري نعملوا هك نخليهم لها المجال الحديث اكثر في مناسبه اخرى على خاطر مازال عندنا الكثير باش نقولوه على وضعيه التراث، وللاسف ما نتمناوش انه تتمادى الوضعيات هذه واحنا داخلين على فصل الصيف للسياحه. لا نخلطوا علاش مع السياحه، واحنا عندنا نستناو ان شاء الله في العوده نتاع الموسم السياحي على الاقل نحضروا حويجه قابلة للتصوير أقل ما يمكن، مش كان للزيارة فقط. شكرا لك سيدة صفية، يعطيك الصحة. نمشي لفهد بالين في السينما.